مساء الخير عليكم. احنا جينا من ولاية تيزي وزو، احنا مجموعة من الحرفيين اللي راهم يخدموا في مجالات مختلفة، وعندنا حبينا نوروا واش رانا نديروا ونعاونوا الناس، باسكو رانا دركا رانا نخدموا على محافظة التراث تاعنا، كيما هذه الخدمة والخدمات اللي راهم هنا، وحبينا نشاركوا في هذا المعرض باش نحافظوا على التراث ونوروا للناس واش رانا نخدموا. ورانا مجموعة من الحرفيين دركا، وكل واحد يقدم نفسه. أنا واسمي حريقة وحدد وهيبة من ولاية تيزي وزو، وراني نخدم في مجال الحرفة صناعة السلالي والحلفاء، راني نخدم أشياء بالحلفاء والرافية، ونخدم تاني هذه القفة اللي معروفة زمان باللي ما كانش لي يقضي بلا قفة، وحبيت تاني نوري باسكو هذه القفة راني نحاول باش نبدل شوية، نسير مع المارشي اكتويل دونك السوق الحالي، وراني نخدم حوايج جدد، ماشي ما بقيناش برك في القفة تاع زمان، بصح بدينا نبدلو شوية، نديرو الديكور كيما هاد القفة اللي راكم تشوفوا فيها. وهاد الحرفة راهي في على حافة الزوالة دركا، بزاف لي جون في هادو ما يخدموهمش، دونك راني نحاول نجمع البنات باش نعلم لهم هذه الحرفة باش ما تروحش. يعطيكم الصحة.